السلام عليكم أصدقائي، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكذلك الحيوانات ديالكم يكونوا بصحة جيدة. في هذا الفيديو أصدقائي غادي نوريكم كيفاش تفرقوا ما بين ذكر وأنثى الباتجي بجميع المراحل العمرية ديال طائر الباتجي. فهذا الفيديو أصدقائي مهم جدا للمبتدئين اللي تاهما خصهم ينتجوا، خصهم يشريو طيور. فأصدقائي هذا الفيديو هذا غادي يكون مهم جدا لهم، لأن كاين بعض الاخوه ما كي يعني ما عندهمش خبره، يلا مبتدئين كيمشيو يشريو طيور وكيكون عندهم مثلا ذكر مع ذكر او لا انثى مع انثى وما كيعرفوش يفرقوا بيناتهم. وكذلك كاين اللي كياخذ الذكر كيكون وصل سن تزوج والانثى كتكون مازال صغيره. ففي هذا الفيديو غادي ان شاء الله غادي نشرح لكم كل شيء بالتفصيل. فاذا كنت ما تابعنيش في الانستغرام، ها الصفحه ديال الانستغرام، ما تنساش انك تزورني في صفحتي على الانستغرام، تما دائما كنكون حاضره وكنجاوب على الاسئله ديال المتابعين ديالي الاعزاء، وكذلك كيكونوا تما دائما ستوريات الخاصه بيا وبالطيور ديالي. فاصدقائي بالنسبه للطيور الباتشي كنقدروا نتعرفوا على الجنس يعني ذكر او لا انثى من خلال الجير. الجير اللي ما كيعرفوش هو واحد المنطقه ملونه موجودة على المنقار ديال الطائر كما كتشاهدوا في الصورة، هذا هو الجير. في هذه الحالة كنقدروا نعرفوا يعني نوع الجنس وكذلك كنعرفوا حتى العمر ديال الطائر من خلال لون الجير. أول حاجة غادي نبداو بها هو غادي نتعرفوا على الذكور، يعني غادي نتعرفوا على ألوان جير الذكور مرافقة مع العمر ديال الطائر. يعني لون الجير كنعرفه من خلاله العمر ديال الطائر. بالنسبة لهذه الصورة هذه كما كتشاهدوا موضحة عندكم، لون الجير بنفسجي، يعني الطائر منين كيخرج من العش ديالو كيكون لون الجير بنفسجي، يعني مين كيكون العمر ديالو ما بين شهر حتى لشهرين كيكون لون الجير بنفسجي. من بعد كيختلف اللون وكيرجع وردي او يعني وردي باهت، كيكون اللون ديالو على هذا الشكل كما موضح لكم في الصوره. هنا العمر ديالو كيتراوح ما بين 3 اشهر حتى لأربعة اشهر. من بعد كيختلف اللون وكيرجع بحال المائل الأزرق كما كتشاهدوا أو لا وردي باهت. هنا كيكون الطائر وصل العمر ما بين 4 أشهر حتى 5 أشهر، ومن بعد كيتحول لون الجير للون الأزرق الفاتح. هنا الطائر ديالنا كيكون العمر ديالو ما بين 6 أشهر حتى 7 أشهر. في هذه المرحلة كتكون مرحلة البلوغ ديال الطائر. أما بالنسبة للطيور اللي كتكون بالغة كما موضح لكم في الصورة، كيكون لون الجير ديالها لون أزرق يعني واضح أو أزرق داكن. فكلما زادت درجة ديال اللون الأزرق فالعمر يعني كتزاد، يعني كيتزاد العمر ديال الطائر. فهاد يعني فهاد اللحظه هذه كيكون عندنا طائر اللي هو بالغ، يعني مين كيكون لون الجير ازرق يعني داكن الطائر ديالنا كيكون واجد للتزاوج. فبالنسبه للإناث كما موضح لكم في الصوره، لون الجير بنفسجي باهت او لا ماشي الابيض شويش. هنا كيكون العمر ديال الانثى ما بين شهرين حتى 3 شهور. فهاد الصوره ايضا كما كتشاهدوا لون الجير بحال لي ازرق باهت يعني مائل الابيض، كيمشي للابيض كما كتلاحظوا ما بين يعني في دوك النقط ديال التنفس، يعني داير حولهما اللون الابيض. هنا كيكون الانثى العمر ديالها ما بين 3 أشهر حتى 4 أشهر. كما كتشاهدوا في هذه الصورة هذه الموالية، لون الجير بيج فاتح يعني ماشي الأبيض.
هنا كيكون عمر الأنثى ما بين 5 أشهر حتى 6 أشهر. بالنسبة لهذه الصورة هذه كيتغير لون الجير ديال الأنثى وكيرجع اللون ديالو باج مغلوق كما كتشاهدوا. يعني نتمنى أن الصورة تكون واضحة لكم. هنا العمر ديالها كيكون ما بين 7 أشهر حتى 8 أشهر. من بعد اللون كيتغير وكيرجع بني. هنا كيكون العمر ديال الأنثى الباجي ما بين 8 أشهر حتى 9 أشهر. يعني كل ما اللون البني غماق كي العمر ديال الأنثى ديالنا كيزيد يتعدى 10 أشهر كما كتشاهدوا موضح في هذه الصورة. فهنا اللون الجير كيكون يعني اللون ديالو غامق ماشي فاتح. هنا الأنثى كتعدى 10 أشهر. واحد الملاحظة، إذا مثلا جبرنا الأنثى عندها الجير ديالها اللون ديالو اللي هو بني يعني داكن، ولكن الجير ديالها ناعم يعني ما فيهش واحد التجاعيد، كتكون الأنثى جاهزة ولكن ما كبيرش في السن. وإلا كانت الأنثى يعني عندها الجير ديالها بني غامق وفيه تجاعيد، فالأنثى كتكون كبيرة في العمر وجاهزة حتى هي للتزاوج. فبالنسبة للطفرات الأخرى بحال الألبينو اللاتينو إلى غيرها، يعني اللي كيكون العين ديالهم حمراء، فالذكر كيبقى اللون ديالو وردي حتى ملي كيصبح جاهز للتزاوج كيبقى اللون ديالو وردي. أما بالنسبة للإناث فما كتختلفش عن الألوان العادية. فأصدقائي وصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى الفيديو يكون نال الإعجاب ديالكم، وإلا كنتو كما العادة باقي جدادين في القناة ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر أبوني يعني تشاركوا بالقناة باش العائلة ديالنا تكبر، وكذلك ما تنساوش أنكم تضغطوا على زر لايك إلى عجبكم الفيديو طبعا باش الفيديو ينتشر لأكبر عدد ممكن ديال الناس. وما تنساوش تدخلوا الانستغرام فيسبوك، أنا نزل لكم الروابط في صندوق الوصف، وإن شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد بإذن الله.